بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. مناسبة المولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف مع بعض النهاردة يا جماعة فيديو نكتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأسماء، بأكثر من نوع من الخط العربي. ثم بعد كده بسم الله. ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرات تداوي القلب والخاطر، ولو لمسات الذكريان تحل مرارة الأحزان. يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذاب الجنة، يا أهل الفضل والمنة، رسول الله أنا مشتاق، وروحي كلها أشواق، أزور حرمك ونل كرمك، وصلي وابكي في الروضة، وفرح نفسي مقبوضة. ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرات تداوي القلب والخاطر، ولو لمساته الذكريان تحل مرارة الأحزان. يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذاب الجنة، يا خير الخلق كلهم، أنا طمعان في شربة مية من إيدك، وأفعل الحوض وتسقيني، وملي عيني من عينك، رسول الله أنا المشتاق، أنا الشادي أنا الباكي أنا الولهان، بعاتب نفسي أنا نفسي أشوفك، نفسي يا طاعة يا رحمة ونور من الرحمن. ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرات تداوي القلب والخاطر، ولو لمساته الذكريان تحل مرارة الأحزان. يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذاب الجنة، رحيم والرحمة تشهد لك، وحسن الطلع زان خدك. ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرات تداوي القلب والخاطر، ولو لمساته الذكريان تحل مرارة الأحزان. يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذاب الجنة، يا أهل الفضل والمنة، رسول الله أنا مشتاق، وروحي كلها أشواق، أزور حرمك ونل كرمك، وصلي وابكي في الروضة، وفرح نفسي مقبوضة. ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرات تداوي القلب والخاطر، ولو لمساته الذكريان
حل مرارة الأحزان، يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذبة من الجنة، يا خير الخلق كلهم، أنا طمعان في شربة مية من إيدك، وأفعل الحوض وتسقيني، وملي عيني من عينك، رسول الله أنا المشتاق، أنا الشادي أنا الباكي أنا الولهان، بعاتب نفسي أنا نفسي أشوفك، نفسي يا طاعة يا رحمة ونور من الرحمن، ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرة تداوي القلب والخاطر، ولو لمسة تهز كيان، تحل مرارة الأحزان، يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذبة من الجنة، رحيم والرحمة تشهد لك، وحسن الطلع زان خدك، ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية، ولو نظرة تداوي القلب والخاطر، ولو لمسة تهز كيان، تحل مرارة الأحزان، يا رحمة ربنا الرحمن، يا نسمة عذبة من الجنة، يا أهل الفضل والمنة، رسول الله أنا مشتاق، وروحي كلها أشواق، أزور حرمك ونل كرمك، وصلي وابكي في الروضة، وفرح نفسي مقبوضة، ومن في الدنيا مش مشتاق يشوف طيفك ولو ثانية. ما رأيكم أدام الله عزكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة، ويا ريت نفعل الجرس يا جماعة عشان يوصلكم كل جديد، وفعل الجرس مهم جدا عشان يوصلكم كل جديد يا جماعة. وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم في فيديوهات كتيرة جديدة مفيدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.